Salut tout le monde, Sharakum, Inch'Allah, comme tu connais bien, tu connais la base, Anna, ça va, Alhamdulillah, pour le prochain concours, Kariban Jitten. Normalement, Inch'Allah, j'ai un concours. Et les cadeaux, Mani, Hayra, ou Shindel, comme les cadeaux, est-ce que vous avez besoin d'Araham? Est-ce que vous avez besoin des voyages? Est-ce que vous avez besoin encore à Maram? Est-ce que vous avez besoin d'Ahab? Téléphonette, tout m'a décidé. Tout m'a battu, les couleurs, les chakum, battu, les messages privés. انا قد نسي من هدرش بيدي هي كنت خصوني كي جدرتيهم قلكم ما نبل ما نبلش انا كنت راقده من الصبح لقيت يدي هكا داري بافن سن سنننن سن سنننن جا جاري جاري جا جاري بافن J'ai une très 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 mauvaise expérience avec la décoloration. Ana sha'ri élastique. Sha'rti ana hada douk hada sha'ri hadi la racine diali. Par exemple, ana hada sha'ri ana dirt douk soin برك ماشي soin, ana dirt واحد le masque تاع chute de cheveux. Ça saqout الشعر. تخيلي حبيبتي انه انا ابخي لانيمي قادو لي زوت شعرات في راسي. عملي فات ومن التهور ديالي ومن التسرع رحت درت ديكولوراسيون تفرطست وليت بلا شعر ولمدة 9 شهور ما درت ولا سوان في شعري كون نحي لكم الزيوت من شعري شعري راهو لا ناتور تاع شعري انا لا ناتور تاع شعري خشين بوكلي حرش شويه بزاف بلا غير هاد الايامات قبل ما ندير سوان ندوش ونشري لكم هاك نشوف لكم هاك تشوفوا كش راهو شعري وخده راهو وخده سي بور سا دو ان ممنوع منع باتا عليا الديكولوراسيون باسكو شعري ما يحملهاش يترتق دو ان دو انا من الانيمي والمرض اللي مرضته العام اللي فات ولي ديرني طون الحمد لله دوكا ريحت شويه كنت مركزه على المعالجه تاع شعري كنت نداوي فيه برك هذا ماسك هذه خلطه تاع كذا هذا يا كذا هذا منا هذه سيلاني هذه بيوناس الحمد لله شعري طوال شويه وتعمر ولي غاسين اللي كانوا فارغين هذوك الطبات البيوض هكا كاع تعمروا لي دوك عندي بزاف لي بيبي هير شعري ومعمر بيهم الحمد لله مي باش ندير ديكولوراسيون سي با بوسيبل مي هاد ليامات نديرو باغ كونطخ كيغاتين باسكو طلعت لي بزاف لا غاسين سي بور سا في الفيديو الاخرانيه انا اشير الى القمر والغبي ينظر الى اصبعي انا نهضر لهم على حاجه وما يهضروا لي على شعرك شعرك علاش ماهوش شباب مايا شعري ما راهوش شباب باسكو صافي طخو لونطون ما درتلوش لي سون تو سامبلومون انا نخدم لانجري تاع عرايس وراني حابه نشارك في معرض العروس تبعوني البنات دوك نشرح لك انت حبيبتي او ميم طون نيكسبليكي لصحاباتي شوفوا كاين اكبر صالون في الجزائر راح يندير في الصافيكس في قصر المعارض واسمو صالون دو مارياج هذا لو صالون انا بيرسونيلمون كل عام نشري منه روعه يدار بون سي صالون دو مارياج اي دو نيسونس ميم لي ما لي فيتور مامون تاني هاد الصالون تاعكم نبدا لكم بدخوسو باغ اكزومبل وحده راهي دير في جهازها تروحي تما تلقاي لي زافير تلقاي لافير تاع لافير تاع لافير شوفي تلقاي دي بروموسيون في حوايج العروسه في التصديره في لي سال دي فيت في كلش او ميم طون تاني باغ اكزومبل كوتي كوزميتيك وتبدي تنقصي على روحك تلقاي كلش قدامك تما ما كاين تروحي ميات حانوت ودوري من دوري وتلقاي دي بروموسيون عجب عندهم في لاسافيكس روحوا صحاباتي انا تحت تلقاوني تما من لو 29 مي حتى لو 6 جوان باذن الله دونك سي شوفوا انا عندي لارج اكسبيريونس في لي فوار ونروح بزاف 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 لي فوار انا نشوف بلي انجح واحد وافضل واحد هو صالون دو مارياج اي دو نيسونس هذا علاش قلت لكم الحاجه المهمه والاهم واللي راح تساعدكم كامل فيه كلش بالنسبه لكم نتوما فيه فاريتي تاع كاع واش تحق المراه في حياتها الحاجه الدوزيام بوغ لي زيكسبوزون راهو فيه غاشي كبير يعني اذا كنتي كرياتريس ولا عندك حوانت ولا تبيعي اونلاين ولا حابه تبيني سلعتك ولا تبيعيها ديري اسم تسمعي الناس باسمك تاني ولا بالبروجي تاعك سي لو مومون سي لو ميور مومون اللي تقدري تنفيستي فيه وتاني تقدروا ماشي وقت تدي ستون وحدك تقدري تدي ستون تي وصاحبتك تقاسموه تقدري تدي هكا ستون صغير برك
كيما حبيتي. اللي راهم حابين يشاركوا في اكبر فاخ في الجزائر تقدروا تدخلوا هنا في هذا لو ليان، تعمروا لي زانفو تاعكم وتسقسوهم على لي بري لي ديتاي. وانا جو بريفير لي ارتيزون ولا اللي عندهم دي بروجي صغار، تشاركي انت وصاحبتك ولا انت وزوج صحاباتك وخدموا كيف كيف. قلت لكم فريمون انا ننصحكم تروحوا تشاركوا في هاد لي كوميرسون ولا لي ارتيزون ولا اللي عندهم دي مارك ولا ميم لي غروند مارك راهم بارتيسيبي في هاد لا فوار. ما نقدرش نسيت لكم كامل لي مارك، ما على بالي بلي كاين دي غروند مارك، كاين بزاف شركات، بزاف دي بوتيك، بزاف ناس عندهم حوانتهم، عندهم يبيعوا مليح اونلاين، بصح راح يزيدوا يبارتيسيبيو في لي فوار باش يكبروا البوبليك تاعهم، باش يبينوا خدمتهم بلوس للناس. وثاني انا الحاجه اللي تعجبني في هاد لا فوار البنات انه ما كاش الخلطه، ماشي كل واحد يحكم ميكرو في جهه يبدا يعيط، نو كاين دي انيماسيون بالطبع في ستيج، كاين دي ميت اب، كاين بلوزور انفلونسوز ثاني راح يكسبوزيو في لا فوار، كاين بزاف 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 دي انيماسيون وحاجات بزاف شابين حيديروهم، كاين ميم دي كادو انا تندير لكم دي كادو. من بعد نقول لكم واش حندير لكم كامل، خلوها حتى تقعد هكا سمانه ولا نقول لكم واش حندير لكم كادو باش خلي السربرايز باش ما عندوناش راكم تعرفوا. هذه هي صحباتي اللي راهم حابين يسجلوا يدخلوا لنا لهذا الرابط لو ليان، عمروا معلوماتكم باش تشاركوا كوم دي حكايه الحنه بين البنات، بين البح سبع سوايع ولا ثمان سوايع، وانا قاعده في الطابوري شاز دوبو اون فاس كاميرا لي لايت في وجهي، بدلي وعاودي بدلي ولبسي ماكي ودي ماكير لا بو تاعي راهي طايبه وتشي مانيش نحس به. شوفوا شعري شراه وجي تفرموا بلي راني عيانه البارح لي كومبلي عشيه كومبلي وحنا توغناش. خرجت من الدار على 4 بدينا على 6 كملنا على 5 تاع الصباح ولا على 4 تاع الصباح نسيت. اصعب ترند درته في حياتي، اصعب فيديو درتها في حياتي، جي مال بارتو فوالا علاش درت الحنه. نزيد لك ولا خلاص مسكاني فيتا بالعيا سال سنانانان جاري 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 جاري. شوفوا البنات هي على باس انا ما نطيبش طول الجوغ، راكم معايا ما نطيبش كل يوم، من نحب نطيب ونطيب ونعرف نطيب سي جوست انا ماشي محتوى تاعي طياب دوك سي بون كونتين، انا ندير دوتخو شوز ندير ترافل لايف ستايل هاد الصوالح. مي اذا تحبون بارطاجي معكم مي غوسيت طيابي وماكلتي اي تو جو بارطاج افيك بليزير، كيما اليوم باغ اكزومبل راني حندير غراتا، تحبوا بارطاجي باني حدو كاع الحاجه الاولى اللي نديرها، نحط كلش يتقلى عفايس تاع القليان نوجدهم، نوجد لو بولي تاعي، نقي الخضره ديالي اي تو، ومن بعد كي نروح نجيب الحوايج تاع الغسيل نحطهم يتغسلوا، نروح ندوش شوف شعري معمر جاب الزيوت ولا برودوي هادو تاع تساقط الشعر، ماشي باش يرجعوا لك شعرك شباب، باش يقووا لك شعرك برك. هذا ما كان الحالات اللي تاع النساء اللي تفرطسوا كي بحالتي. دوك قلت لكم تحبون بارطاجي معاكم لا غوسيت افيك بليزير، نكون فهمكم على لا فيديو كيفاش. بالنسبه لا فيديو تاع الترند الهندي اللي درتها، والله انا كون بيدي نحطها اليوم، انا راني متشوقه ومتحمسه وتعبت عليها بزاف هاد لا فيديو كثر، جو جيمري بيان انا نحطها لكم لو بلوتو بوسيبل، جيمري بيان انا نشوف الريزولتا. ما كاين مشكل انه الانسان اللي خدم لي هاد لا فيديو راكم معايا، هاد الانسان واسموه مروان نحاول لك الكونت ديالو، هاد الفيديو ميكر تاعنا روحوا قولوا له روحوا ليه هبلوا في البريفي قولوا له قالت لك مايا يا خويا بعث لي الفيديو تاعي وجدها لي في اقرب وقت ممكن. هذا ما كان، لو كان هو يبعث لي لا فيديو دوك نحطها لكم، دوك يبعثها لي غدوه نحطها غدوه، قولوا له يتهلا لنا في المونتاج ويتهلا لنا في لا فيديو ويحطها ويبعثها لنا لو بلوتو بوسيبل. انا مادا بيا نحطها لكم زعما بالخميس ولا شوفوا معاه يا خوتي انا خاطيني، انا درت اللي عليا، ها شوفوا الحرقوس درت اني ميته بالعيا دوكا الباقي بيدو هو، شوفوا معاه.